قمة العربية بالرياض بالفعل، يعني العيون كلها تتجه إليها الآن، وهناك أمال بأن يكون هناك مخرجات بالفعل تستطيع أن تحقق ما تتمناه الشعوب العربية من فكرة وقف التصعيد في قطاع غزة وإدخال المساعدات. وأيضا نتكلم عن الأهمية والتوقيت، رؤية حضرتك يا فندم. يعني بالتأكيد طبعا القمة مهمة، لأنه أي موقف عربي بيتم اتخاذه بشكل جماعي بيبقى مؤثر بشكل كبير، لأنه يمكن حتى في السابق كانوا ناس كتير يقولوا ما فائدة القمم العربية وغيره. لا، القمة العربية بتبقى مفيدة، وجود مواقف عربية قوية، هذه الدول اللي موجودة فيها جزء كبير جدا حلفاء للولايات المتحدة، والولايات المتحدة لها مصالح في هذه المنطقة، فبالتأكيد لما يبقى في موقف واضح ده بيبقى خطوة مهمة في الطريق. الأمر الأهم هنا بصراحة يعني هو القاهرة للسلام، لما الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا ليه في البداية كان في ناس كتيرة بتتساءل هو ليه نعمله بسرعة، كان خطوة عاجلة جدا وساهم بدرجة كبيرة في نقل الصورة للأطراف الغربية اللي كانت ربما مش بس مش عارفة، لا كمان مش مدركة خطورة موقفها في الدعم المستمر لإسرائيل. فالحقيقة إنه وجود موقف عربي وحضور كثيف من رؤساء ورؤساء الوزراء والمسؤولين العرب في قمة الرياض سيكون مفيد في تحديد موقف وخطوط في مواجهة فعلا حرب إبادة وحرب يعني تصفية عرقية. فيمكن في المرات اللي فاتت كان دايما بيبقى فيه توقف عند لحظة معينة، الضرب بيتوقف عند لحظة معينة أو قبول لمبادرات وخطوط. المرة دي يبدو الأمر خارج حتى سيطرة الاحتلال، بالرغم من أنه ما حققش أي نتائج يفترض أنه يتوقف ويلتزم بالقوانين الدولية والأعراف الدولية، هو لم يتوقف ولم يلتزم. وبالتالي فوجود أي تحرك عربي دايما، لو احنا فاكرين حتى الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدى السنوات العشرة السابقة كان دائما يدعو إلى وجود موقف عربية قوية، وانه الشراكة والتعاون والدفع، اي الدول العربية بتجتمع على موقف واحد كل دولة بتستفيد بشكل فردي، ومع ذلك بيكون الموقف العربي قوي قادر على التأثير. غير صحيح انه العرب معهمش اوراق، العرب معهم اوراق يستطيعوا حتى في حالة توحدهم يكونوا قادرين على فعل ده، وده كان واضح جدا في قمة القاهرة للسلام بشكل كبير يعني.